السلام عليكم، اهلا وسهلا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بسم الله على بركه الله. غادي نبداو الجوله ديالنا من اسواق السلام. غادي نبداو بهاد القريعه ديال الزاج اللي عندهم الغطاء ديال الخشب. هادو كاينين هذا الشكل هذا اللي طويل هكا، وكاين ثاني هاد القريعات الاخرين اللي فيهم الاحجام، كاينين الكبار والصغار اللي صراحه كتشدو مزيان، تيصلحوا للزيتون والخضر المخلله. هادو الحجم الكبير كيدير 57 درهم، وكاين الحجم المتوسط اللي هو هذا، صراحه كيتشدو مزيان وعندهم واحد الجلده في الغطاء ديالهم. وهادو الاخرين دايرين ها، كاينين هاد الصغار، هادو الصغار شفتهم كي دايرين، الجاج ديالهم راه صحيح، واللي الثمن ديالهم داير 34 درهم. فيهم كاين كميه كبيره صراحه. هذا هو الجديد اللي جابوا اسواق السلام دابا، وهادو كاينين دايرين 39 درهم. وهنايا كاين هاد الكيسان هادو اللي عجبوني، هما صحاح، فيهم جوج لوان، فيهم هاد البيض وهاد الموف، وعندهم هاد اللعيبه باش كيبركو هكا بحال شكل ديال الطبله، واللي الثمن ديالهم داير 21 درهم فاصله 95. وهنايا غادي نجيو لهاد المنظمات، هاد المنظمات هادو اللي تقدروا ديروا فيهم اي حاجه، اللي الثمن ديالهم داير 14 درهم فاصله 95. وهنايا كاينين هاد الطبيسلات ديال الميكا ديال البلاستيك، ها هما هادو، يقدروا ياكلوا فيهم الدراري الصغار على حسب باش ما يترسوش لهم. وفيهم الالوان، فيهم الصفر الاخضر، يقدروا يصلحوا حتى للخرجات هكا الرحلات، اللي الثمن ديالهم 2 دراهم فاصله 95 للواحد. وهنايا كاينين هاد الكيسان اللي طوال، شكيل ديالهم زوين، واني الدجاج ديالهم راه رقيق، الثمن ديالهم داير 9 دراهم. وكاينين هادو اللي صراحه ما عرفتش علاش يصلحوا، هادو التحت ديالهم كان ديال الخشب، اللي الثمن ديالهم 29 درهم فاصله 95. كاين هاد الوريده هادي اللي كاينه في وسط ديال هادي وسط هاد الدجاجه هادي، ديكور زوين، الثمن ديالو 39 درهم فاصله 95. وكاين هاد الديكور هذا ديال الخشب اللي كيتعلق فيه الخيوط هكا في النجم، واللي دايرين ليه الوسط ديالو ثلاثه ديال الجليجات، هذوك الجليجات والثمن ديالهم 48 درهم. وكاينين هاد القريعه ديال الزاج، صراحه زوين، الزاج ديالهم صحيح، وعندهم ديك الغطاء اللي كدور، واللي الثمن ديال الواحد 16 درهم فاصله 95. وهنايا كاينين هاد الجبانيات هادو اللي فيهم 6، هما ديال الكارت، داك الكارت القاصح، يعني كتستعملو مره وحده وكيتلاحو، وصراحه الشكل ديالهم زوين، فيهم الالوان وكيبانو صحاحين، وصراحه زوينين هكا بحال الخرجه، يستعملو بنادم من هكا فشي رحله ويلحهم، دايرين 3 دراهم فاصله 95. وهنايا نجيو للمويعنات، هاد الطبيصلات والجبانيات اللي زوينين وصحاحين صراحه. كاين هاد الكاس هذا اللي بليد ديال الماء ولا العصير، اللي الثمن ديالو 18 درهم فاصله 95. وهنايا كاينين هاد الجبانيات، كاينين بالاحجام، كاين الكبيره والصغيره، وكاين هاد الجبانيه هادي، هادوك طباصل، وهادي جبانيه ديالهم بحال هكا سيرفيس، كل وحده الثمن ديالها بحال هاد الجبانيه هادي اللي الثمن ديالها 21 درهم فاصله 95. وكاينين دوك الطباصل الاخرين بحال هاد الطبصيله هادي اللي صغيره شويه، اللي الثمن ديالها دايره 19 درهم فاصله 95. ودابا كاين هاد الطبصيل هذا اللي كبير دايره 24 درهم. وهنايا كاينين صراحه شكيلات زوينين واللوينات، كاينه هادي اللي بحال شكل جباني هكا، فيها الالوان، اللي الثمن ديالها 8 درهم. وكاينين هادو في شكل اخر، جبانيات في شكل اخر، اللي نفس الثمن تقريبا 8 درهم فاصله 95. وهنايا كاينين هادو كبار، جبانيات كبار في البيض، وفيهم هذيك الوريده اللي الثمن ديالهم 14 درهم فاصله 95. وهنايا كاينين هاد الطبيسلات اللي طوال، فيهم الوان هكا، فيهم زواقات وزوينين، يصلحوا هكا الكيكه ولا الحلوه، الثمن ديالهم 14 درهم. وهنايا نشوفوا هاد الشكيله ديال هاد الطباصل اللي ديجا صورت لكم في فيديو اللي قبل، اللي الثمن ديالهم 24 درهم فاصله 95. لهادو
ثلاثة صفوف اللي هكا فيهم هاد الجبانيات هاد الطبيصلات هادو اللي طوال كلهم دايرين نفس الثمن. وهنايا نشارك معكم هاد دايرين بحال شكل الكراسه كيجلسوا عليهم هكا الناس وفي نفس الوقت تقدر تخبي فيهم داير بحال شكل صندوق تقدر تحلو ما كان عندهم الطايه تخبي فيهم شي حاجه بحال البيت ديال الدراري الصغار كيحطوا فيهم الالعاب ديالهم وفي نفس الوقت كيستعملوه على شكل كرسي. والثمن ديالو داير 309 درهم هما فيهم الالوان كاين القوي كاين الكحل وفيهم واحد الزواقه من التحت ها واحد شكل اخر اللي هو صغير شويه داير 129 درهم هو كرسي وفي نفس الوقت صندوق صراحه زوينين هادو خاصة في البيت ديال الدراري الصغار كيجمعوا فيهم الالعاب ديالهم هكا كينظموا فيهم. وهنايا كاينين هاد البانطوفات اللي الثمن ديالهم 69 درهم فاصلة 90 وبانوا ليا زوينين رطبين فيهم هكا شكيلات هذا الثمن ديالو 79 درهم هذا نوع اخر شكل اخر حتى هو رطب ما كلشي هادو بانوا ليا مزيانين رطبين. وهذا الثمن ديالو 69 درهم بحال الاولاني ها نتوما كتشوفوا زوينين سخانين. وهنايا غادي ننتقلوا لهاد السبرديلات هادو ديال الدراري الصغار حتى هما بانوا ليا مزيانين كاين هاد الغوز هذا ديال البنات اللي الثمن ديالو 249 درهم فاصلة 90 وكاين هنا بزاف ديال الشكيلات كاينين هادو صغيورين ديال الدراري ديال البنات صغيرين وكاين فيهم حتى ديال الدراري هاهم نتوما كتشوفوا الشكيلات ديالهم كي دايرين كيبانوا الخدمه ديالهم صحيحه كيبانوا زوينين مزيانين كاين هاد الصفر حتى هو زوين عجبني اللي فيه هاد المشيشه واللي الثمن ديالهم بالنسبه لهداك الصفر الثمن ديالو بوحدو اللي تيدير 249 وهذاك الاخر اللي حداه هذا الثمن ديالو بوحدو 219. ونجيو لهذا السبل ديال الصغيوره ديال الدراري الصغيورين هذه الزرقاء وفيها الزرقاء وفيها الغوز ديال الدراري وديال البنات صراحه زوينه عجبتني بزاف واللي الثمن ديالهم هو 199 درهم. ودابا نجيو لهذا السبل ديال هذا اللون الزيتي على ما اظن ديال الدراري اللي حتى هي زوينه كتبان صحيحه والثمن ديالها اللي هو 249 درهم. وهنايا غادي نجيو لهاد هادو بحال شكل ديال لي بوت صغيورين وسخيخنين صراحه زوينين واللي الثمن ديالهم 129 درهم فاصله 90. وهنايا كيتالي الفيديو ديالنا بسلام عليكم حتى الفيديو